السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم في الفيديو ده عن إطلاق السيارة ستروين سي 3 موديل 2020 رسميا في السوق المصري. اتفرج على الفيديو، لو عجبك ممكن تدوس لايك، ممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. أعلنت ستروين عن توفر موديل جديد منها في السوق المصري بشكل رسمي. العربية نازلة في فئة سعرية فيها منافسة قوية جدا، بتنافس العربية على نطاق واسع وبتنافس كتير من العربيات المختلفة الفئات السعرية، وهي منافس قوي وأساسي في الفئة السعرية، وليها مميزات بتخليها مختلفة عن باقي السيارات وليها برضو عيوبها. ستروين سي 3 موديل 2020 بتنافس اوبل كروسلاند وبيجو 2008، وبتنافس عربيات زي ام جي زد اس وجاك اس 4 وعربيات تانية كتير. ستروين سي 3 هي عربية اساسية في الفئة السعرية دي، وهي منافس قوي. مواصفاتها: محرك 3 سلندر سعته 1200 سي سي تيربو، قدرة المحرك 110 حصان، عزم دوران 250 نيوتن متر، نقل حركة اوتوماتيك من 6 نقلات، اقصى سرعة تقدر توصلها العربية 187 كيلومتر في الساعة، بتصل العربية لسرعة 100 كيلو في 11.8 ثانية. سعة خزان البنزين 45 لتر. العربية بتستهلك 5.4 لتر بنزين كل 100 كيلومتر مقطوعة. فيها كل انظمة الفرامل والامان اللي احنا عارفينه، ABS و EBD و ESP. فيها اربع وسائد هوائية للسائق والركاب. فيها جهاز انذار ضد السرقة وايموبلايزر ضد السرقة. فيها جنوط 17 او 16 بوصة، كشافات ضباب امامية وخلفية، فيها شاشة 10 بوصة، فتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية ومثبت سرعة، سبويلر خلفي، كمبيوتر رحلات. بتتميز العربية بانها جاية مع العديد من الامكانيات والكماليات ووسائل الامان المختلفة من اول فئة. كما ان تصميم العربية مختلف وشكله مش مألوف او معتاد زي باقي السيارات الموجودة في الشارع المصري. سعر ستروين سي 3 موديل 2020 نازلة بثلاث فئات. اول فئة بتبدأ بسعر 270 الف جنيه مصري، واعلى فئة بتوصل ل 345 الف جنيه مصري، وده اللي بيخلي العربية بتنافس على نطاق واسع وبتحقق مبيعات اكبر. الفئة الاولى اسمها لايف، ودي اللي فيها كل انظمة الفرامل ABS و EBD و ESP، وفيها اربع وسائد هوائية وكمبيوتر رحلات ومكيف هواء يدوي. الفئة دي نازلة ب 270 الف جنيه. الفئة التانية بتزيد على اللي قلناه، شاشة 7 بوصة وحساسات ركن خلفية ومكيف هواء اوتوماتيك، نازلة ب 312 الف جنيه. الفئة التالتة الشاين، دي نازلة بكماليات بتزيد على اللي فات ده كله، كاميرا خلفية وسقف بانوراما، نازلة ب 345 الف جنيه. بنهاية الفيديو اتمنى اكون افدتكم بمعلومة ولو بسيطة. اشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.